ننتقل لدراسة الأوساط الشفافة، الجزء الثاني من دراسة كرية العين. ذكرنا سابقا بداية الدرس أن كرية العين تتكون من جدار وأوساط شفافة. نتذكر الجدار صلبة مشيمية وشبكية. الآن الأوساط الشفافة هي من الخارج إلى الداخل. أولا القرنية الشفافة، ذكرنا بداية الدرس أنها تحدب الوجه الأمامي للصلبة خالية من الأوعية الدموية، ترق وتشف، يمر منها الضوء إلى داخل العين. ثانيا الخلط المائي، خلط المائي يتوضع في الحجرة الأمامية لكرة العين، أي بين القرنية الشفافة والقزحية. ذكرنا سابقا أنه يفرز من الزوائد الهدبية. وظيفته، أهمية الخلط المائي، يغذي القرنية الشفافة. ثالثا الجسم البلوري أو ما يسمى بعدسة العين، ذكرنا أيضا سابقا أنه مثبت في مكانه بواسطة الأربطة المعلقة التي تربطه إلى الجسم الهدبي، وهو عدسة محدبة وجهين مرنة واضح على الخلف، السطح الخلفي أو الوجه الخلفي أكثر تحدبا من الوجه الأمامي. رابعا وأخيرا الخلط الزجاجي، يملأ الحجرة الخلفية لكرة العين، وهو الذي يجعل كرة العين ثابتة وممتلئة. ننتقل إلى عملية المطابقة. من المعروف أنه العدسة محدبة الوجهين تشكل الجسم الواقع أمامه خيالا مقلوبا ومعكوسا وأصغر من الجسم بسبب انكسار الضوء عند المرور بهذه العدسة. فما هي المطابقة؟ من المعروف أن العين تنظر أو نرى الأجسام القريبة والبعيدة بالوضوح ذاته. يقترب الجسم من العين أو ابتعد عنه، يقع دائما على الشبكية. العملية التي تضمن بقاء الخيال على الشبكية تسمى المطابقة، وتعرف بأنها عملية ضبط وإحكام آلي تقوم بها العين لضمان بقاء الخيال على الشبكية. وللجسم البلوري الدور الرئيسي في عملية المطابقة، كون الأوساط الشفافة الأخرى غير الجسم البلوري، يعني الخلط المائي والقرنية الشفافة والخلط الزجاجي، قوة كسرة للضوء ثابتة غير متغيرة، لا تتغير باقتراب الجسم أو ابتعاده. أما الجسم البلوري فإن قوة كسره للضوء تتغير بحسب تحدبه، لأنه يغير من تحدبه فيغير من قوة كسره للضوء، لذلك يلعب الدور الرئيسي في عملية المطابقة. ما آلية حدوث المطابقة؟ المطابقة تعرف المطابقة بأنها عملية ضبط وإحكام آلي لضمان بقاء الخيال على الشبكية، وعن الهدف وضوح الرؤية، لأن من المعروف أنه العدسات محدبة الوجهين يتغير وقوع الخيال خلفه باقتراب الجسم أو ابتعاده عن هذه العدسة. أما في عدسة الجسم البلوري في العين فإن الأجسام القريبة أو البعيدة نراها بالوضوح ذاته بسبب وقوع الخيال على الشبكية تماما بفضل هذه العملية المسماة بالمطابقة. نكرر عملية المطابقة هي عملية ضبط وإحكام آلي تقوم بها العين لضمان بقاء الخيال على الشبكية، وتقتضي المطابقة تغير في القوة الكاسرة للجسم البلوري بتغير تحدبه، لذا يلعب الجسم البلوري الدور الرئيسي في المطابقة كونه الوسط الشفاف الوحيد الذي يغير من قوته الكاسرة للضوء، وذلك بتغير تحدبه. أما بقية الأوساط الشفافة يعني القرنية والخلط المائي والزجاجي فإن قوة كسرة للضوء ثابتة لا تتغير. إذن نقول علل الجسم البلوري الدور الرئيسي في عملية المطابقة، ولأن قوة كسره للضوء تتغير بحسب تحدبه. أما بقية الأوساط الشفافة فإن قوة كسره للضوء ثابتة. ما آلية حدوث المطابقة؟ يقع خيال الجسم على الشبكية تماما إذا كان بعده عن العين 6 متر أو أكثر. أما إذا اقترب الجسم من العين أقل من 6 متر فيقتضي ذلك حدوث عملية المطابقة لضمان رؤيته بشكل واضح، أي لضمان بقائه على الشبكية. الآلية تبدأ بتقلص الألياف العضلية الملساة في الجسم الهدبي مما يسبب استرخاء الأربطة المعلقة، فتسترخي المحفظة المرنة المحيطة بالجسم البلوري، فالجسم البلوري بسبب مرونته يزداد تحدب وجهه الأمامي فتزداد قوته الكاسرة وينقص بعده المحرقي فيعيد الخيال إلى الشبكية. أعيد مرة أخرى، عملية المطابقة عند اقتراب الجسم من العين أقل من 6 متر فإن الألياف العضلية الملساء للجسم الهدوي تتقلص،
تسترخي الأربطة المعلقة المحيطة بالجسم البلوري أو المثبتة للجسم البلوري، تسترخي المحفظة المرنة المحيطة بالجسم البلوري. الجسم البلوري الآن بسبب مرونته يزداد تحدب وجهه الأمامي، فتزداد قوة كسره للضوء، فينقص بعده المحرقي، فيبقى الخيال على الشبكية. الآن في حال ابتعاد الجسم عن العين فإن العملية تتم بالعكس تماما، يبقى الجسم البلوري يزيد من تحدبه أو زيادة تحدبه حتى مسافة معينة من العين تعرف بالمسافة الحدية للرؤية الواضحة. ضمن هذه المسافة الجسم البلوري لا يستطيع زيادة تحدبه. عندما يقترب الجسم من العين كثيرا ويصبح ضمن هذه المسافة فإن خياله سيقع خلف الشبكية، لأن ضمن هذه المسافة لا تحدث عملية المطابقة. الجسم البلوري لا يستطيع زيادة تحدب وجهه الأمامي، لذا سميت بالمسافة الحدية للرؤية الواضحة. هذه المسافة تختلف حسب العمر أو حسب إن كان يوجد حالة مرضية. حسب العمر من المعروف أنه الأطفال الصغار تكون المسافة الحدية صغيرة جدا، تصل أحيانا ل 5 سنتيمتر، وعند الشباب تصل ل 15 إلى 20 سنتيمتر، عند كبار السن ممكن تصل ل 50 أو حتى 51 سنتيمتر أو حتى 1 متر، بسبب تعب الجسم البلوري والعضلة الهدبية وعدم قدرته على زيادة تحدبه ضمن هذه المسافة. لو سئلنا ما المقصود بالمسافة الحدية للرؤية الواضحة، نقول هي المسافة التي يتوقف عندها الجسم البلوري عن زيادة تحدبه وبالتالي تتوقف عملية المطابقة. أو علل تكون الرؤية غير واضحة ضمن المسافة الحدية، نقول أيضا لأن ضمن هذه المسافة الجسم البلوري لا يستطيع زيادة تحدبه أو تحدب وجهه الأمامي فتتوقف عملية المطابقة ضمن هذه المسافة. ننتقل أعزائي الطلاب لتعريف الحقل البصري ومدة الانطباع الضوئي على الشبكية. أو قبلا مراحل الرؤية، تتم الرؤية على مرحلتين شبكية ومحيطية. أولا المرحلة الشبكية، يتجلى دور الشبكية في الرؤية بتشكيل سيالة عصبية ناتجة عن تنبيه كافي للخلايا البصرية. هذه السيالة تنتقل عبر طبقات الشبكية إلى ألياف العصب البصري ومنها أو منه إلى الفص القفوي حيث الباحة البصرية. إذن دور الشبكية نقول توليد سيالة عصبية ناتجة عن تنبيه كافي للخلايا البصرية، تنتقل هذه السيالة عبر طبقات الشبكية إلى ألياف العصب البصري ومنها إلى الفص القفوي حيث الباحة البصرية. من خصائص الشبكية مدة الانطباع الضوئي على الشبكية، عندما يتولى ومضة ضوئية أو يسقط الضوء على الشبكية فإن أثره لا يزول بزوال الومضة الضوئية، إنما يدوم أو ينطبع على الشبكية مدة من الزمن قصيرة ثم يزول. هذه المدة هي في الضوء الساطع تقريبا 1/60 من الثانية، أما في الضوء الضعيف فهي 1/20 من الثانية، أي مدة الانطباع الضوئي في الضوء الضعيف أطول من مدة الانطباع في الضوء الساطع. هذه الخاصة تجعل من الانطباعات الضوئية إذا توالت على الشبكية بفترات أقل من ذلك، يعني أقل من 1/60 أو 1/20 في الضوء الضعيف، فيتولد إحساس بالرؤية المتواصلة. وعلى هذا المبدأ يعتمد العرض السينمائي والعرض التلفزيوني. ففي التلفزيون كون التلفزيون يعرض في ضوء ساطع يجب عرض حتى يتولد إحساس برؤية متواصلة 60 صورة في الثانية، كون مدة الانطباع الضوئي 1/60 من الثانية. أما في الأفلام الخاصة بالعرض السينمائي فإنه يكتفى بعرض 20 صورة في الثانية حتى تكون الرؤية متواصلة أو الإحساس بالرؤية المتواصلة، كون مدة الانطباع الضوئي في الضوء الساطع 1/20 من الثانية. أما الملاحظة الأخرى فبالشبكية، الحقل البصري، يعرف الحقل البصري بأنه مجموعة نقاط الفراغ التي ترى بعين واحدة ثابتة في لحظة زمنية معينة، يرسم في الفراغ مخروطا ذروته في العين وقاعدته بعيدا عنها. أما دور المخ في الرؤية، المرحلة الثانية المرحلة المخية بعد وصول السيالة العصبية إلى المخ، الآن ما دور المخ في الرؤية؟ أولا تصل الصورة كما هو واضح في الشكل، تطبع الصورة على الشبكية مقلوبة ومعكوسة وأصغر من الجسم. المخ يدرك الجسم بوضعه الصحيح وهو الدور الأول للمخ. على الرغم من أنه يرد من الشبكية
مقلوب معكوس وأصغر من الجسم. السبب نقول المخ مدرب على أن يعد هذه الحالة هي الشيء السوي. أما الدور الثاني للمخ، من المعروف أيضا أنه يرد إلى المخ، إلى الباحة البصرية في المخ، خيالين مرتسمين على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين. يقوم المخ بدمج هذين الخيالين أو توحيد هذين الخيالين، مما يولد إحساس برؤية صورة واحدة للجسم بأبعاده الثلاث، أي الرؤية المجسمة. إذن سبب الرؤية المجسمة أو سبب رؤية صورة واحدة للجسم بأبعاد ثلاث هي توحيد الخيالين في المخ أو في الباحة البصرية المرتسمين على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين. هذا هو دور المخ في الرؤية. أخيرا ندرس بعض عيوب الرؤية، أمراض تصيب العين مثل مرض الساد وانفصال الشبكية، والأمراض الأشهر مد البصر وقصر البصر وحرج البصر. أولا مرض الساد، ذكرنا سابقا أن الجسم البلوري هو عبارة عن عدسة مرنة، مرونة الجسم البلوري تأتي من ألياف روتينية موجودة فيه تعطيه هذه المرونة. في مرض الساد مع تقدم العمر تتخثر هذه الألياف البروتينية، فتصبح عدسة الجسم البلوري معتمة غير نفوذة للضوء. هذا هو مرض الساد. إذن سبب الإصابة بالساد تخثر ألياف روتينية في الجسم البلوري. العلاج يستأصل هذا الجسم البلوري ويزرع عدسة صناعية مكانه. أما انفصال الشبكية، ذكرنا سابقا أن الشبكية تتكون من ورقتين، صباغية خارجية وعصبية داخلية. انفصال الشبكية هو انفصال هاتين الورقتين عن بعضهما، أي نقول انفصال الورقة الصباغية الخارجية عن الورقة العصبية الداخلية. إذا لم يعاد التحامهما تصاب الخلايا البصرية تتلف ويصاب الإنسان بالعمى. مد البصر أو الطمس، في حال مد البصر أخيلة الأجسام القريبة من العين تتشكل أو تقع خلف الشبكية فتصبح الرؤية غير واضحة. أخيلة الأجسام القريبة من العين تقع خلف الشبكية فتصبح الرؤية غير واضحة. يعالج هذا المرض باستخدام نظارات ذات عدسات محدبة أو مقربة تعيد الخيال إلى الشبكية. أما في حال قصر البصر أو الحسر، بالعكس أخيلة الأجسام البعيدة من العين تقع أمام الشبكية. أخيلة الأجسام البعيدة تقع أمام الشبكية. يصلح هذا العيب أيضا باستخدام نظارات إنما ذات عدسات مقعرة أو مبعدة تعيد الخيال أو ترجع الخيال إلى الشبكية. أخيرا حرج البصر أو اللابؤرية، في هذه الحالة يقع جزء من خيال الجسم على الشبكية، جزء خلفه وجزء أو خلفها وجزء أمام الشبكية. إذن جزء على الشبكية، جزء خلف الشبكية وجزء أمام الشبكية، هذه حالة حرج البصر أو اللابؤرية. تعالج هذه الحالة باستخدام الليزر أو باستخدام الليزك. وهكذا أعزائي الطلاب ننهي درس العين لنحو أسئلة الدرس معا. أولا أعطي تفسيرا علميا لكل مما يلي. واحد، حدة الإبصار تبلغ ذروتها في مركز الحفيرة المركزية. نقول لأنها تحوي مخاريط فقط، أو لاقتصار بنيتها على المخاريط وانعدام العصي. واحد. ثانيا، لأن كل مخروط في هذه المنطقة يتقابل مع ليف عصبي واحد من ألياف العصب البصري. ثانيا، يكون الإبصار معدوما في النقطة العمياء لخلوها من العصي والمخاريط. ثالثا، المخاريط قادرة على تمييز الألوان، أما العصي فلا تميزها. نقول المخاريط قادرة على تمييز الألوان لأنها تحوي ثلاثة أنماط من الأصبغة المختلفة الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية، أما العصي فلا تميز الألوان لأنها متساوية الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية. رابعا، العصي تعمل على رؤية البيئة المحيطة في ظروف الإضاءة الضعيفة. قلنا لأن صباغ الرودوسين يتفكك ويصبح فعالا في ظروف الإضاءة الضعيفة أو في الضوء الضعيف. ثانيا، ما المصطلح العلمي الموافق لشخص لا يميز اللون الأحمر؟ مرض دالتون، أو نقول ذوي الإبصار الثنائي منقوص الأحمر. لا يميز اللون الأخضر، ذوي الإبصار الثنائي منقوص الأخضر. ثالثا، ضع كلمة صح أو خطأ أمام العبارة أمام العبارات الآتية. أولا، تتم رؤية لون ما بحسب طول موجته الذي ينبه نوعا أو نوعين أو ثلاث أنواع من المخاريط بنسب متفاوتة.
طبعا صح. ثانيا إدراك اللون يتم في القشرة المخية أيضا، عبارة صحيحة. الشبكية الأكثر محيطية أكثر حساسية للضوء الضعيف من الحفيرة المركزية، نعم كونها تحوي عصي فقط والعصي حساس للضوء الضعيف، أيضا صحيحة. أربعة، أنواع المخاريط الثلاث تكون متماثلة حيث حساسيتها لأطوال الأمواج الضوئية، أكيد خطأ لأن أنماط المخاريط هي مختلفة الحساسية لأطوال الأمواج الضوئية. خامسا، يتم إدراك اللون الأبيض عند تنبيه أحد أنواع المخاريط، أيضا خطأ. إدراك اللون الأبيض عندما تتنبه أنواع المخاريط الثلاث، قلنا وبنسب متساوية. سادسا، تغير فتحة الحدقة بحسب الإضاءة يغير مساحة المناطق الحساسة لرؤية اللون في الشبكية التي يسقط عليها الضوء، أيضا عبارة صحيحة. رابعا، أجب عن الأسئلة الآتية: كيف تتوضع الألياف العضلية المرساة في الجسم الهدبي والقزحية؟ بعضها دائري وبعضها شعاعي التوضع. ثانيا، ما مصدر تغذية العصي والمخاريط والطبقات الداخلية في الشبكية؟ هنا ذكرنا أن الشبكية لها مصدرين للتغذية، بالنسبة للعصي والمخاريط تستمد غذاء من المشيمية، أما الطبقات الداخلية في الشبكية فتستمد غذاء من الشريان الشبكي. ثالثا، ما دور الصباغ الأسود الموجود في الوريقة الصباغية الخارجية من الشبكية؟ ذكرنا أنه الصباغ الأسود في الوريقة الصباغية يقوم بوظيفتين بدورين، أولها أنه يحوي صباغ الميلانين الذي يمتص الفائض من الضوء الذي يجتاز الخلايا البصرية، يمنع انعكاسه ما يسبب وضوح الرؤية، وثانيا يخزن كميات كبيرة من فيتامين A الذي يعد طليعة للأصبغة الحساسة للضوء في الخلايا الحسية البصرية، أي في العصي والمخاريط. رابعا، ما طبقات الوريقة العصبية في الشبكية من الخارج إلى الداخل؟ نعدد أيضا على الشكل طبقات الوريقة العصبية: أولا الطبقة الخارجية وهي طبقة العصي والمخاريط خلايا حسية بصرية، ثانيا طبقة المشابك العصبية الخارجية، ثالثا الطبقة الوسطى تضم أنماط خلوية عديدة أهمها العصبونات ثنائية القطب، طبقة المشابك العصبية الداخلية، وأخيرا الطبقة العقدية أو هي عصبونات متعددة القطبية محاورة تشكل ألياف العصب البصري. وهكذا أعزائي الطلاب ننهي درسنا الخامس من مستقبلات الحس، وإلى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.